لتسليط الضوء أكثر على الانتهاكات السياسية المستمرة من الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في ظل الأزمة الصحية التي يعيشها العالم، ينضم إلينا أحمد قداح الصحفي الفلسطيني عبر الهاتف من غزة. أهلا بك أحمد. بداية، قوات الاحتلال الصهيوني تنفذ اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تحديدا في الضفة الغربية المحتلة، بما تفسر تزايد الانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين حتى بعد وصول بايدن؟ صحيح مصطفى، بعد التحية لك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد هذه الاعتداءات لم تتوقف، نحن نصد ونتابع دائما الأخبار التي يعني يحاول الاحتلال أن يصدرها في الضفة المحتلة. إذا عصر يعني ترامب كانت هناك عمليات واضحة أمام الكاميرات وأمام كل العالم بأن الاحتلال جاء بعملية التهويد لأراضي المواطنين، بغية إقامة مزيد من البؤر الاستيطانية بالضفة. هذا كان واضح وبتأييد من الإدارة الأمريكية التي أعطت الضوء الأخضر للاحتلال بتحويل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وبالتالي تهويد المدينة المقدسة، تهويد المدن الفلسطينية. يوميا نلاحظ عملية تجريف لأراضي المواطنين وهدم منازل لمواطنين. هذا كله يأتي في دخول القوى السياسية الأمريكية الجديدة إلى هذا المشهد السياسي، وبالتالي لم تتوقف حتى اللحظة هذه الاعتداءات الإسرائيلية، ما زالت مستمرة حتى مع عهد الإدارة الأمريكية الجديد. عمليات هدم المنازل والاستيلاء عليها تأتي أحمد في ظل عمليات بناء استيطانية واسعة في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية، هذا ما يفسره طبعا مراقبون، قالوا أيضا أنه يأتي لتنفيذ ما تسمى صفقة القرن. هل تعتقد أن بايدن الذي يقدم نفسه على أنه مدافع عن حقوق الإنسان سيستمر في تنفيذ الصفقة التي بدأها سلفه ترامب؟ معروف في السياسات الأمريكية بأن كل عهد أمريكي جديد ينفذ نفس السياسات التي سبقت، ومن ثم كل هذه التراكمات يتم تنفيذها أيضا في الإدارات القادمة الأمريكية، وبالتالي عهد بايدن لم يعني يرى منه الفلسطينيون إلا أن نفس العهد السابق لكل الرؤساء الأمريكيين الداعمين للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي لن نشهد تراجع لهذه السياسات. ممكن أن يكون هناك أمام الكاميرات وأمام الإعلام توصيات بوقف هذا الاستيطان وعملية الرجوع إلى طاولة المفاوضات وعملية السلام، ولكن على الأرض هناك عمليات تجريف يرى المواطنين الفلسطينيين بأن هذه تأتي ضمن عمليات تهويد لبناء مزيد من البؤر الاستيطانية. نعم، دعنا نذهب في حديثنا الآن الصحفي أحمد قديح من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة. يعني مستشفيات رام الله تعاني هذه الأيام من نقص المستلزمات الطبية لمواجهة تفشي وباء كورونا، بما تفسر الضغط الصهيوني على الفلسطينيين في واحد من الملفات الإنسانية والصحية التي تشغل العالم. الاحتلال يحاول أن ينغص على الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة، وبالتالي يمنع دخول المستلزمات الطبية والمعدات الطبية خاصة لمكافحة كورونا. تعلم أن الاحتلال يحاول قدر الإمكان أن يعني يتنفل من المسؤوليات، خاصة أنه أن الاحتلال هو دولة محتلة لأراضي فلسطينية، وبالتالي إسرائيل تحاول قدر الإمكان أن تتنصل من كل اتفاقيات الدولية باتجاه الفلسطينيين، تحاول عملية استفزاز الفلسطينيين في غزة. تحاول استفزاز أكثر من الضفة، حيث غزة تمنع كثير من المواد الطبية والمواد الصحية اللازمة، وبالتالي في غزة هناك حالات إصابات كورونا عديدة وهناك وفيات كثيرة، والاحتلال يغلق كافة المعابر باتجاه القطاع، وهناك أيضا إغلاق لمعبر رفح، كله يؤثر على الحالة الميدانية الصحية. دعنا نذهب إلى السؤال الأخير أحمد الآن. يعني حركة حماس، وكما تعلم، صرحت مؤخرا بأنها مستعدة لخوض الانتخابات العامة لإنهاء الانقسام الفلسطيني. برأيك هل ستحل أزمات الفلسطينيين بعد توحد الصف الفلسطيني وتشكيل حكومة موحدة ومنتخبة؟ هل هذا وارد ويمكن الحدوث؟ كل الأنظار مصطفى إلى الانتخابات في شهر مايو القادم.
وهي انتخابات التشريع، ومن ثم في شهر يوليو انتخابات الرئاسيه. الكل يعول على ان يعني يتم اخراج الفلسطينيون من هذه المشاكل وهذا الحصار الكبير الذي يتعرض له لا سيما قطاع غزه. نحن لا نعول كصحفيين الا باجراء هذه الانتخابات، لان الحصار المفروض على قطاع غزه كان هدفه هو وقف حركه حماس من السيطره وعمليه ابعاد حماس عن المشهد السياسي. لا نعلم هل في الانتخابات القادمه ستفوز حماس والعوده الى نفس المشهد القادم. القيادات في حركه حماس الصف الاول في حركه حماس تقول بان المجتمع الدولي هو الذي طلب اجراء انتخابات، وبالتالي حتى ولو فازت حركه حماس ممكن ان يعدل المجتمع الدولي عمليه التعامل والعوده للتعامل مع حركه حماس على العمليه الانتخابيه، عمليه معقده والتحضير لها عمليه معقده، وما بعد الانتخابات ايضا عمليه معقده كيف يتم التعامل مع غزه وفلسطين بالتحديد في حال فوز حماس. الصحفي الفلسطيني أحمد قديح كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.